قسم تدريب رياضي الفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية. كلمنا عن أداء الامتحانات النهاردة مع الطلبة والدكاترة اللي كانوا بيشرفوا على الامتحانات. والله الحمد لله أداء جميل وكويس مع دكاترتنا الدكتور حمد إبراهيم والدكتور أمير البساطي والدكتور أشرف محمد موسى والدكتور الشريف والدكتور أحمد داوي. طبعا بصراحة أداء جميل وأداء كويس واستمتعنا بالامتحانات معهم.